السلام عليكم يا ابو هيثم. اليوم راح ننظف وجه البستن او غرفه الاحتراق. طبعا بالبدايه راح نفتح البلكات، نوخر الواير بلك، نطق البلك، نطلع البلك، نسويها على كل السلندرات. هسه نجي نشوف بالكاميرا، نشوف السلندرات ووضعيتهم شلون صايره. فندخل على السلندر الاول واللي هو الاتعس بيناتهم. هذا مو لون البستن هيك، ترى هذا كله طبقه صايره فوقه. ناخذ فرع عليه ونعبر على الثاني. هنا انا جاي نختار محرك وضعيته حيل متازمه، فهنا أنا هذا السلندر الثاني. السلندر الثالث يعتبر اقل من البقيه، والسلندر الاخير الرابع. وراح نجي نستخدمه بالطريقه اللي قبالكم، نرج القنينه مالته ونضخ بالمكان او المكان اللي نريد ننظفه. بهاي حالتنا اللي هو السلندر، نعبر على السلندر الثاني. يعني نحاول انه ندير نفس الكميه حتى مو مكان يتنظف ومكان ما يتنظف. هذا السلندر الثالث، والسلندر الاخير بقى نفس العمليه، نرجها واحنا جايين نضخ. فهنا لاحظ هنا درت شويه ماده بالثالث والرابع اكثر. هاي هنا أنا حتى تشوفوها قبالكم، هنا أنا بديت هم اضيف على الاولى والثانيه حتى نقدر انه نشوف الكميه مالتنا، بحيث نحاول ندير بنفس الكميه. ورا 20 دقيقه نعيد نفس العمليه. طبعا قبل لا تخلص ال 20 دقيقه نجي هم بالكاميرا نشوف. المفروض يكون سائل، اذا كان اكو وياه شلون الرغوه ننطيه وقت اكثر، لان هو يقول لك اوفى من 20 الى 30 دقيقه. لاحظ الرغوه هاي شلون بعدها، نعوفه لحد ما يصير سائل نهائي كامل. هسه نجي نسحب السوائل اللي موجوده بداخل غرفه الاحتراق. طبعا عندي انا هذا مال فاكيوم، فلاحظ شلون جاي يسحب، نحركه يمنى يسرى، نصعد ننزل حتى يسحب كل السائل اللي موجود. فلاحظ هسه هاي كميه السائل اللي طلعت من الغرفه. نجي هسه بالهواء ايضا هم ننفخها شويه، ممكن يطلع من البواقي مالته. والهواء هم يساعد انه ممكن يحرك شويه الكربون اللي متراكم. هسه نجي نباوع ورا التنظيفه الاولى. هنا الناتج بالنسبه للسلندر الاول، يعني اكو بالزوايا، اذا افتح الفيديو كامل حتى يصير واضح بالنسبه لك اللي يشوفونه على الفيسبوك. فهنا جاي ناخذ فره، فنلاحظ وين مكان الولفات اكو مكان تنظف، لكن الناتج بسيط. اذا جاي تشوفونه هسه باعلى الفيديو بالزاويه اليمنى. هسه راح نشوف السلندر الثاني. لاحظ هسه هنا النتيجه واضحه اكثر بالسلندر الثاني. لاحظ انه شلون بدا يطلع وجه السلندر والنظافه مالته. هسه الثالث هنا ايضا كذلك، هنا هم نتيجه ممكن احسن من الاول لكن اقل من الثاني. فلاحظ ويا مكان الولفات داير ما يدوره. طبعا هذا النتائج بدون اي تدخل ميكانيكي، يعني انه ما دخلت فرشة او درنفيس او شيء. فلاحظ اكو شلون مكان اصلا بين شكله ولونه. وهسه نجي على السلندر الاخير كذلك، هنا أنا اكو نتائج، يعني انه مكانات واضحة بدأت تتوضح. هسه هاي التجربة الثانية. هسه راح نعيد كل اللي سويناه بالضبط، يعني راح نبدأ نضخ المادة ونحاول انه المادة ما نخليها تطلع هيجي، انه نقلل من عدها. ورا فترة ننتظرها 20 الى 30 دقيقة نسحبها، وبعدها ننفخها بالهواء. وهسه نجي نرجع نباوع من جديد على النتيجة بعد المحاولة الثانية. فلاحظ هسه السلندر الأول اوكي، يعني ممكن انه بدت شوية يصير زيادة أكثر. ومثل ما قلنا انه هاي المحرك حيل قديم، يعني انه أبد ما فد يوم واحد مفكر ينظفه أصلا. السلندر الثاني لاحظ النتيجة بدت تتوضح أكثر وأكبر. هسه السلندر الثالث نفس الشيء، بدت بالنص يصير اكو فد فراغات نتيجه انه التحسن الاكبر.
هنا هذا السلندر الرابع. كذلك يعني انه اكو تغيرات يعني بين حاله وحاله جاي يتحسن الوضعيه. هسه احنا كذلك راح نعيد العمليه اللي سويناها. طبعا هنا اني هاي العمليه عدتها تقريبا 4 مرات وخلصت عندي القطيه الوحده. طبعا هذا تشوفون هسه اللي يطلع من السلندر يفضل ان انت ما تخليه يوصل هيجي، حتى لان هاي الماده كلها جاي تروح هيجي يعني انه تتبذر بدون ما تفيدنا. فهسه نجي على السلندر الاول، نلاحظ النتيجة مالته. السلندر الثاني هذا لاحظ احسن واحد تنظف هو يعتبر السلندر الثاني. السلندر الثالث هذا، وهذا الرابع. هسه نجي على المحاولة الرابعة. طبعا عدناها، هم ضفنا مادة وانتظرناها وسحبناها لكن ما نطلع لكم اياها كل ساعة، يصير ملل بالموضوع. هذا السلندر الاول يعني هو تنظف بصورة اكبر، يعني كان المفروض انه اسحب هذا اكثر. هذا السلندر الثاني هسه لاحظ